يسعد لي كل اوقاتكم صبايا، كيفكم؟ شو اخباركم كلياتكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وصحه وسلامه. وانتوا عم تتفرجوا على فيديو اليوم اشتقت لكم كتير كتير. هلا انا قبل ما اروح على تركيا بصراحه كنت عم بقول انه راح اصور كل يوم فيديو، يعني يوم ايه يوم لا راح انزل فيديو، بس سبحان الله يعني ما صار نصيب انه اصور كتير. هلا راح افرجيكم هالفيديو كيف كان، يعني العجقة باسطنبول غير شي بصراحة. إذا هيك بس كنت أشيل التليفون وأصور شوي أفان أكيد كان راح يضيع مني، لهيك بصراحة ما حبيت أنه غامر وعمل هيك شي أو أفان يضيع مني، لأنه إذا هيك مع شخصين يمشوا وهو هيك يروح معا من جهة تانية ما بقى أشوفه لا سمح الله. لهالسبب ما صورت كتير، بس كمان بهالفيديو راح تشوفوا هيك شوي من اسطنبول. وهلا خليني احكي لكم من اول ما نزلت على اسطنبول من الاوتيل لحتى قد ايه كلفني زرع الاسنان. بالاول حابه انوه انه الفيديو هذا مش داعي للدكتور لانه انا دفعت مصاريفي، بس حابه انه انتم تاخذوا معلومات وتستفيدوا. هلا الاوتيل هذا اللي انا نزلت فيه الدكتور هو اللي حجز لي اياه لانه هن متعاقدين مع هالاوتيل. هلا الدكتور حكى لي انه اذا حابه انه تنزلي بوتيل 5 نجوم فيها هيك شغلات ترفيهيه، فيها مسبح، فيها غدا وعشاء وفطور 3 وجبات وتحلاي. انا حكيت انه بصراحه الاسعار تبع اوتيلات الثانيه كانت اغلى والسعر كان راح يصير اغلى بكثير، بس انا حبيت انه يعني عرفت انه الاوتيل شو فيها قلت معلش. يعني هلا اذا كان العطل الصيفيه واحد بس يروح يعني للعطل ويرتاح بالاوتيل لازم يكون 5 نجوم، كيف يعني؟ لانه بيقضي كل الوقت بالاوتيل، بس مثلي انا يعني حبيت انه الاوتيل بس يكون للنوم يعني. وانا كنت حابه انه مثل ما بيقولوا اضرب عصفورين بحجر، انه اعمل اسناني كمان وكمان شوي ادور باسطنبول وهيك اتعرف عليها اكثر. وهلا على طلبكم راح احكي لكم، لانه الكل حكى انه كيف الاوتيل كان وتكاليف زرع الاسنان. هلا الاوتيل كان بين منطقه اخسراي وفاتح، 4 طوابق. انا كنت نازله بالطابق الرابع، الغرفه فيها براد صغير، فيها خزانه ثياب، تخت مجوز. هلا غرفتي هيك كانت، واهم شيء كل يوم الصبح كانوا يجوا يغيروا شراشف التخت والمناشف، واذا ما عندكن شامبويات اذا ما كنتوا اخذين معكن كل يوم كانوا يجيبوا شامبويات، صابون، حتى فراش الاسنان كل يوم كانوا يغيروا هالشي. هاي اهم شيء يعني نظافه الاوتيل. وكان بنص السوق يعني واحد ما بيمل بيطلع وبيفوت، دائما في محلات تياب، شناتي، كل شو ما بتكن، مطاعم، وكمان البوس والقطار كمان اللي يعني بياخذكن لمناطق تانية، هاي كمان كتير منيحة. وبكل شارع كان في هيك محل بيصرف المصاري، يعني من اليورو للمصاري التركية أي مصاري اللي معكن، يعني ما بتحتاجي إنه بس تطلعي من الأوتيل لازم بتدوري على محل. بكل شارع يعني محلين 3 في هيك صرافة المصاري، واحد بهالشي يعني بيكون كتير مرتاح. هلا لما تنزلوا بالمطار بيكون كتير غالي، يعني لا للأحسن بس تجوا على المنطقة يعني بتصرفوا هناك مصاريكن أحسن بيكون. وهلا بما أنه الحمد لله جيت على البيت وارتاحت نفسيتي، صار لي يومين راجعة على البيت، حكيت عن الأوتيل وشوي هيك عن جو الاسطنبول بأول الفيديو، بس حبيت أنه أحكي عن تكاليف الأسنان هيك فيديو مشان أنتوا ترتاحوا على الأجوبة. وكتار منكن سألوا قد ايه بيكلف وأي ماركة من زراعة زرعتي الأسنان. هلأ أنا لما رحت على تركيا على الأساس كان عندي 4 أسنان، حكولي أنه هلأ هدول السنين كمان هون بألمانيا كانوا مرقعين لي، ما بعرف بطريقة غير شرعية، ما بعرف كيف يعني. وهدول الـ4 الأسنان اللي لما رحت على تركيا ما كانوا في عندي أسنان، بس هدول شالوا لي وبعدين زرعوا لي، هدول اللي كانوا مرقعين لي هون بألمانيا. والـ4 الأسنان هدول وحياة الله
هون دكاترة الألمان كيف شالوا لي هالأسنان أنا ما بعرف. لما كنت حامل بابني الثالث كتير كانوا أسناني يوجعوني، حكيت كمان بفيديو قبل ما أروح على تركيا إنه مثل المرض إجوا على أسناني، يعني مرض الحمل ضربوا على الأسنان عندي، لهيك حفروا لي الأسنان وحشوا لي إياها حشوات، بس كانوا كتير بيوجعوني، طالعوا لي كل يوم كانوا طالعوا لي الحشوة، وبس هيك اكل شيء طبعا كله يعني ضلت بس فوارغ، لهيك الاسنان كل شهر كان بينكسر عندي السن. راحوا هذول الاربعه وضلوا هذول التنتين دائما بتقع الحشوه منن، وانا بروح عند الدكتور كمان بيزبطوا لي اياه. لما رحت على تركيا حكوا لي انه بنقدر كمان نعمل لك مثل الحشوه ونصغر السن اللي هون بهالطرف وبهالطرف ونركب الجسر. جوزي قال لا، للأحسن إنه كمان تعملي زراعة أسنان لهدول السنين. كمان الدكاترة اللي بتركيا حكولي إنه أكيد بعد كم سنة كمان راح تزرعي هدول السنين لأنه مو مضمون، لهيك حبيت إنه كمان أزرع هدول السنتين، يعني صاروا عندي 6 أسنان زرع. أنا كيف شفت دكتور الأسنان؟ هلا دكتور الأسنان أنا شفت على الإنستغرام بيحكوا كردي، بيحكوا عربي، وكمان بيحكوا انجليزي. ما رح اوصف الدكتور كتير، يعني لازم ابقى 3 شهور. هلا بعد 3 شهور من جديد رح يركبوا لي السن. هلا زرعوا لي الاسنان، والشي المو حلو يعني انه انا هون ببينوا بس هيك اضحك، شوفوا ببينوا يعني بس لما اضحك بس، معلش يعني نحن اهل اكيد رح عشان بس المنظر شوي انه بس هيك اضحك او احكي، بس هلا عم يعني بتعود بس هيك اضحك، ما افتح تمي كثير. زرعت 6 اسنان مع 10 ايام اوتيل، هلا بدها بس 5 ايام، بس انا حبيت انه اروح 10 ايام ابقى هنيك لانه كنت اخاف انه يصير معي هيك مضاعفات، لانه ما كنت بعرف انه بس يومين وبخلص من كل شيء. لهيك حبيت انه يكون 10 ايام، قلت انا يعني بكمل حق الاوتيل المحسوب عليكم والايامات التانية انا راح ادفع. قالوا لي اوكي، وبعدين اجوا اخذوني من المطار. لما اجيت من السفر ولما رحت يعني الروحة والرجعة السيارة كانت على حساب الدكتور، بس تيكت الطيارة انا قطعت. ونوعية الزرع هي نوعية ألمانية، كنت مع كتير دكاترة بتركيا، وحتى كان في إلي يعني حدا بعرفهم بتركيا كمان هن يعني من تركيا حكوا معن يعني بلغة بالتركي إنه حابين يزرعوا أسنانن. قديه بتكلف؟ هلا الماركة الألمانية إلى سعر تاني، الماركة التركية إلى سعر، الماركة السويسرية أحسن شيء. هلا الدكتور حكى لي إنه الماركة السويسرية في ماركة كتير كتير منيحة، السن بس السن يعني زراعة السن بتكلف 700 أورو بس الزراعة بدون الجلسة الثانية يعني تركيب السن، بس الزراعة يعني هالبراغي. بس قال إنه هاي الماركة الألمانية ميديكما، إن شاء الله بقول اسمها صح، اسمها ميديكما، كمان هاي ماركة ألمانية وكتير منيحة، والألمان هون بيشتغلوا بهالماركة بالزراعة، يعني هن بيشتغلوا بهالماركة. وحتى رفيقتي كمان عند دكتور الأسنان هي نصحتني بهاي الزرعة، يعني هاي كتير منيحة. الدكتور حكيت له إنه أنا بدي السويسرية، يعني بصراحة الـ يعني الأحسن شيء. الدكتور حكالي إنه والله العظيم هاي الماركة والسويسرية يعني عملوا مثل المقارنة عليها، طلعوا نفس الشيء. طبعا الماركات الثانية مو مثلين، بس هاي الماركة ميديكما، هاي الماركة ميديكما والسويسرية نفس الشيء، يعني نفس المواصفات نفس كل شيء. هلا قال انه من 100 في 1% انه يمكن السويسرية كمان، هلا كاتبين عليها انه من 100 1% كمان يمكن تفشل زراعة السن، اللي عنده مثلا أمراض بالعظام أو ما بعرف يعني هيك شغلات حكالي الدكتور، هاي ما عليها جارانتي تأمين، بس مثل هاي مثل هالماركات إذا ما عندنا شيء أمراض مو من جسدنا يعني التأمين عليها لمدى الحياة.
وهم فتحوا الزرعة قدامي وكانوا محل ثقة بصراحة. 6 أسنان أنا سويت، هدول هن مثل الرموز وأرقام صراحة أنا ما بعرف. وبيكتبوا الاسم وكل شيء عليها مشان التأمين، يعني مشان التأمين. أول يوم وصلت هيك لحتى ارتحت، ثاني يوم أخذوني على المشفى حطوا لي لكل سن إبرة بنج بهاي، بس توجعت شوي وبعدين أظن شرحوا لي السن وزرعوها. أنا ما حسيت بولا شيء، ما حسيت بالوجع ولا شيء والله العظيم، بس لما ضربوني إبر البنج 6 ضربوني بس، هون حسيت شوي يعني بوجع، بس للزراعة ما حسيت ولا شيء. وبعدين خيطوا لي السنان كمان، ابني كمان كان بغرفة تانية، الممرضة كانت تدير بالها عليه. تقريبا شي ساعة ونص هيك تقريبا لساعتين، لانه حكيت انه دكتور انا كتير خايفة انه بما انه ابني الصغير معي وبس هلا اروح على الاوتيل بعدين بيوجعني اسناني. قالوا اذا نشوف يعني بالزرع اذا عندك هيك بصير، هن بس بيزرعوا الاسنان اكيد بيعرفوا انه صعب العملية او لا. قالوا لي اذا صعبة او اذا صعبة رح نعطيكي ابرة مثل ابرة المسكن مشان ما تتوجعي. وكمان عطوني هدول الحبوب مسكن، انا بس اخذت حبة واحدة يعني ما كانت توجعني كمان، بس لانه كنت بخاف انه توجعني لهيك اخذت هاي الحبة. وطلبت من الدكتور كمان يعطوني ابرة، اخذت كمان ابرة. بعد هيك ارتحت كمان ساعة بالمشفى، طبعا ما مو على التخت ولا هيك شي، بس كرسي لما نروح عند الدكتور الاسنان. وبعدها كمان جابوني بالسيارة على الاوتيل، قالوا لي بعد 3 ساعات يعني بس يروح البنج او يعني التخدير اذا بتتوجعي بتاخدي حبة. وزوجي زوج اخذت ابرة، وبعدها يعني بتقدري تاكلي نورمال، بس 3 أيام ما بتاكلي أكل سخن، ما أكلت شي سخن لثلاث أيام. قالوا بعد 3 ساعات كمان يعني بتقدري تاكلي أكل طبيعي، بس أنتي شو ما بتحبي، بس الأسنان خلاص ما بقى يعني ما بقى تتوجعي. وأول يوم لا تفرشي الأسنان، ثاني يوم فرشي الأسنان، وهاي كمان المضمضة تستعمليها باليوم بس مرة وخلاص. وبعد 3 ساعات الفيديو اللي نزلته شفتوني انه انا كنت بحكي بالفيديو، الحمد لله. قالوا لي يمكن يصير عندك ورم او زراق او هيك شيء، هذا كله طبيعي ونورمال. اخذت كمان مثل هاي التلجة مشان هيك حتى على وجهي، شوي نص ساعة هون شوي نص ساعة هون. وبعدها بعد 3 ساعات بعد ما هيك كل شيء صار تمام عندي، رحت على المطعم واخذت كباب مثل عصير هيك، اكلت بهالسناب لانه كنت اخاف اكله هون هيك، بس مشان لانه كنت كتير جوعانه. لما رحت ما اكلت شيء يعني من الصبح ما كنت اكله شيء، والصبح فقت الحمد لله ما كان لا في ورم لا زراق. وقبل ما اجي بيومين دكتور شل الخيوط اللي بسناني، قالوا بيرفكت كل شيء صار تمام، بس ديري بالك من هدول السنين لانه هن شالوا لي السن وبعدين زرعوا لي. قال لسه انه في مكان شوي مفتوح مشان لما تاكلي ديري بالك انه ما بيدخل الاكل جوات الاسنان، فرشي الاسنان كتير منيح واستعملي هالمضمضة لحتى ما تخلص. وهيك بس ما حكيت لكم على السعر مو رحت جبت افان من الحضانه وهلا جيت. هلا اكيد انتم ناطرين انه احكي لكم عن سعر الزرع. هلا انا كثير حكيت بالفيديو، انا زرعت 6 أسنان 10 أيام بالاوتيل، وهن جابوني من المطار على الاوتيل، وكمان لما رحت عند الدكتور هن اخذوني بالسياره وكمان رجعوني، وكل يوم عم يحكوا معكم بالتليفون، ومرتين كمان اجوا لعندي على الاوتيل مشان يشوفوا الاسنان عندي يعني كيف محل الزرعات. ولما كمان رجعت على البيت هن اللي
اخذوني من اوتيل على المطار كل هالشي، وان شاء الله بالسفره الجاي يعني بعد 3 شهور مشان تركيب السن كمان رح يعملوا نفس هالحركه، كمان ياخذوني من المطار على الاوتيل وكمان عند الدكتور. يمكن المره الجاي يعني مو بس مرتين اروح عند الدكتور، اظن 3-4 مرات لانه هني حكوا لي هالشي، ما بعرف ان شاء الله. كل هالشي كلفني 3000 يورو، 3000 يورو انا دفعت نص المبلغ ونص المبلغ ان شاء الله بالسفره الجاي. ما بعرف كيف رح يكون السفره الجاي، يعني التفاصيل لسه ما بعرفها، بس هني حكوا لي انه كمان كتير سهله، وثلاث او اربع مرات رح ياخذوني عند الدكتور مشان يزرعوا لي، ولازم يعني 3 ايام ابقى حتى اشوف كيف الوضع، لانه هالمره كمان اول مره كان لازم بس اسبوع، بس انا ضليت 10 ايام، خفت انه يعني من تركيا لألمانيا شوي مكان بعيد اذا يصير عندي مضاعفات او هالشغله، لانه بصراحه انا كثير بخاف من يعني من عمليات وهالشغلات كثير بخاف. بس بعد ما زرعوا لي اسنان كانت عمليه كثير بسيطه. هلا اذا بتسالوا انه ليش رحت من ألمانيا لتركيا، واذا شي مره هيك بيوجعني اسناني او صارت معي لا سمح الله مشاكل، انه ليش ما زرعت بألمانيا ورحت على تركيا، حابة أخبركن إنه سعر الزرعة بألمانيا بتكلف كل زرعة تقريباً 1200-1300 يورو، وإذا مو أكتر كمان. أنا سألت هاي الماركة اللي أنا زرعتها، ويعني الزرعة هون وبألمانيا بتركيا نفس الشيء، كمان عليها هون جارانتي وفي بتركيا كمان جارانتي. هلأ أختي هون زرعت أسنانها تقريباً كل سن كلفها 1600 يورو، بس بعد سنة الزرعات عندها ما نجحت. ليش؟ لأنه هي كان عندها مشكل مع العظم وهيك شيء، يعني مو من الزرعة، يعني بيصير هيك مشاكل إذا كان بتركيا أو بألمانيا. بس تصوروا أنه كل زرعة ب 1600 يورو 1700 يورو، وهنيك بتركيا مثلا 6 زرعات مع المصاريف 3000 يورو. أكيد يعني هلا التيكت، أنا قطعت التيكت، يعني حاولوا أنه ما يكون بالصيفين السفر بأوقات مثلا مثل هالوقت، يعني بيكون التيكت كمان كتير رخيص. أنا قطعت التيكت ب 270 يورو لإلي وب 270 يورو لآفان، قطعنا أونلاين. أنا قطعت لإلي أونلاين ولآفان رحت على مكتب الطيران، لأنه كنت بالأول مقررة أنه لحالي أروح، بعدين أخذت آفان معي. أنا ما بحتاج لفيزا لأنه عندي جنسية. أكيد هلأ بقلبكن أنه بتسألوا قدي كان مصروفي الشخصي ل10 أيام، لأنه كل شيء كان على حساب الدكتور. هلأ المصروف بس كان مصروفي الشخصي، يعني إذا أنتوا تروحوا لشخصين الأكل ل10 أيام يعني 300 يورو بكفيكن وزيادة كمان للأكل، بس للأكل. بس إذا تاخذوا شغلات أو هدايا أو تروحوا لمثلا مكان أماكن ترفيهية تدفعوا مصاري، هاي بتكون شيء تاني. مثلا خلاصة الموضوع، المصروف الشخصي هذا بيبقى عليكن تصرفوا، يعني بتقدروا تصرفوا 200-300 يورو ل10 أيام، وبتقدروا كمان تصرفوا أكتر. يعني الأكل كان هنيك ما كان غالي بصراحة، كنت بروح للمطاعم العربية والتركية كمان، كان يعني الأكل كان بمبلغ رمزي، يعني وجبة الأكل كان 200 ليرة، حوالي 10 يورو أو 8 يورو هيك شيء. بس آفان كان معي، بتعرفوا الأولاد آفان كان عنده مصروف كتير، بما أنه كنا رايحين لدولة تانية يعني ما حبيت أنه هيك أمسك إيدي شوي، حبيت أنه هيك أصرف. اشتريت شوي غراض للأولاد، يعني شغلات للأولاد هني كان وصوني عليها. اي والله وتأخرت عليكن شوي بصراحة، في عنا كمان ظروف، بتعرفوا عنا فرن هون، نحن سكرنا الفرن تقريبا شي أسبوعين من لما كنت بتركيا، يعني في هيك شوية تجددات عنا هون. إن شاء الله بالفيديوهات الجاي رح أخبركن، لهيك في شوية تأخير. وهلا هيك بنكون وصلنا لآخر الفيديو، وهي كل المعلومات اللي عندي، وإذا حبيتوا كمان تسألوا اكتبوا لي بالتعليقات رح أجاوبكم على كل شيء إن شاء الله. ولا تواخذوني إنه تأخرت عليكم، وكتار ممكن سألوني عن أسعار الزرع. وإذا حبيتوا الفيديو يا ريت حطوا لي لايك، ولا تنسوا الاشتراك وتفعلوا زر الجرس، هاي كتير مهمة، وتشيروا لرفقاتكم لكل حدا حابب يروح يزرع أسنان. وبحبكم كتير يا
وتضلوا بخير. باي باي.